والله الفيلم جه كخطوه مننا، لان احنا بقالنا حوالي 5 سنين بندير المحتوى على الانترنت سواء على يوتيوب او على اي منصات تانية، وبالتالي شفنا الحاجه لمحتوى تم انتاجه بشكل محترف لجمهور الانترنت، وهو جمهور كبير جدا وفي ازدياد مستمر. فقررنا ان احنا ناخد خطوه زي دي، ان احنا ننتج حاجه لا تقل عن الانتاج السينمائي اللي الناس بتشوفه في السينما او بيشوفوه في التلفزيون، انتاج محترف جدا نقدمه لجمهور الانترنت. احنا استثمرنا جامد جدا في الخطوه، وما كانش هدفنا ان احنا نكسب من الفيلم ده على قد ما نثبت ان التجربه ناجحه وتجربه ممكن تتعمل في المستقبل في مشروعات تانية. وقررنا ان احنا نبدا بده زي تجربه مبدئيه نشوف بيها السوق هيتقبلها ولا لا، وممكن تنفع ولا لا. وكان فعلا عندنا تحدي ان احنا نقدر نجيب معلنين يستثمروا معانا في تجربه زي كده، ناس كتير متخوفه منها لحد دلوقتي في السوق المصري. احنا عندنا اكتر من 60% من المجتمع المصري تحت سن الـ40، وكلهم بشكل مضطرد بيدخلوا على الانترنت وبيفضلوا ان هم يشوفوا المحتوى ايا كان، حتى لو محتوى اصله من التلفزيون بيتفرجوا عليه برضو على الانترنت، لان هو الشانل او الطريقه اللي بيقدروا يشوفوا بيها بالوقت اللي يريحهم وبالطريقه اللي تريحهم بيختاروا ايه المحتوى اللي بيتفرجوا عليه. فطبعا لا، هي في ازدياد تام، وده اللي خلانا ناخد خطوه زي ان احنا نبتدي ننتج، بدل ما احنا كعالم عربي مطلقين للمحتوى اكتر ما احنا بننتجه، لا احنا مع ان احنا تاني مجتمع على مستوى العالم العربي، احنا في المستوى التاني في نسبه المشاهده على الاونلاين. فبالتالي في فرق كبير ما بين الانتاج وما بين المشاهده، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نقدمه، ان احنا نبقى برضو منتجين للمحتوى كعالم عربي على بعض. احنا عندنا مشكله في ان الواحد يتفرج على حاجه ستريمينج اونلاين بصوره سليمه 100%، ولكن اعتقد ان مختلف الدول في العالم العربي ومنهم مصر شغاله على الجزئيه دي بصوره كبيره وبصوره سريعه، عشان تحاول تتواكب برضو مع ان الواحد مش محتاج لسرعه الانترنت بس في الفيديو ستريمينج، بيحتاجها في حاجات كتير جدا، واي مستثمر هيجي مصر هيحتاجها برضو. فبالتالي هي من الاولويات بتاعه الدوله ان احنا نستثمر في حاجه زي كده. فاعتقد ان في مشاكل، بس مش بالدرجه اللي تخليني ما اقدرش استثمر في الجزئيه دي، او ما اقدرش ان انا استمتع كمشاهد بان انا بتفرج على حاجه زي كده.